العقيقة هل حكمها حكم الأضحية؟ سؤال ناقص، بقدر اقول لك حكمه حكمها وبقدر اقول لك لا. فإن كان سؤالك من حيث الوجوب فأقول نعم، وإن كان من حيث التمتع بها فأقول لا. نعم، هذا السؤال الآخر. هذا هو السؤال نعم، الآخر. شكرا. الذي يذبح عن ولده له الخيار في التصرف في العقيقة، إن شاء أكلها كلها هنيئا مريئا ولو كان من أغنى الناس، وإن شاء فرقها كلها ولو كان من أفقر الناس، وإن شاء جمع بين هذا وهذا وهذا، أكل نعم، وأهدى وتصدق. نفس السؤال، حكمها بالنسبة لعمرها أو سنها يعني نفس يختلف عن الأضحية. يختلف. أي نعم، يعني ما في شرط.